ليس لا يقول لي يوسف هو ايه ده بالظبط؟ اقول لك ده مصدر مصدر طبعا، مش اللي في بالك، مش اللي في بالك يا عم. اللي انت شايفه قدامك ده هو شريط ار جي بي اضاءه انا حاطه على ظهر الكرسي. يعني اهلا بيكم في حلقه، انا ايه استنى الكادر مظبوط، ايوه اهلا بيك في حلقه جديده على قناه اكتشف العالم، معاك يوسف نصر. والنهارده هنراجع كرسي طبي ممتاز جدا بصراحه، انا شايفه افضل كرسي طبي في الفئه السعريه دي. كلنا طبعا في الفتره دي بنقعد على الكمبيوتر لفترات عاليه جدا، فترات عاليه ايه، فترات كتير جدا بسبب شغلنا، بسبب ان احنا عايزين نفك عن نفسنا شويه في شويه جيمز يعني عايزين نتفرج على فيلم. اكيد طبعا انك تشتري اي كرسي بلاستيك ب 200 جنيه مثلا او اي كرسي خشب من اللي هو زي بتوع القهوه والكلام ده، مع اننا عشنا معاهم افضل ذكريات انا ما انكرش كده خالص، ولكن ده هيسبب لك للاسف مشاكل في ظهرك على الفترات الطويله. انت هتلاحظ جدا، يعني هتلاحظ ان انت مش عارف تقعد نص ساعه على بعض اساسا بسبب ان الكرسي مش مريح. ولكن كرسي النهارده هو كرسي طبي ممتاز جدا ورخيص جدا، فمن غير اي تاخير خلينا ندخل في الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم يا جيش المكتشفين في حلقه جديده على قناه اكتشف العالم. بعتذر ان الكادر غريب شويه انا عارف، لكن انا عايز ابين لكم الكرسي كله وانا يعني كده فاهم يا ابني ولا مش فاهم؟ عارف. طيب نبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم. الكرسي ده جاي بثلاث الوان، الاحمر اللي هو اللي معايا والازرق والاسود والاخضر، كده اربعه مش ثلاثه. اللي انت مين اللي كتب السكريبت ده؟ قمه الاحراج لما اعرف ان انا اللي كتب السكريبت، فما علينا يعني. كمان بصراحه الكرسي مريح جدا 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 فوق مما تتخيل، وهيحسسك بالفرق فعلا لو انت شخص يعني بقالك فتره بتستعمل كرسي، يعني كراسي السفره والكرسي الخشب والحاجات دي خدوا بالكم بتدمر الظهر بمعنى الكلمه. وعن تجربه شخصيه انا قعدت اكتر من 6 سنين بستعمل كرسي جدعان خشب كده من غير ظهر اساسا، فبلاش تعملوا الموضوع ده. كمان الكرسي جايب مسند راس قابل تماما للازاله، وكمان الحلو في الموضوع هو ان المسند الراس جاي بيه 6 مستويات راسي و6 مستويات كده بالعرض، بحيث ان انت مهما تكون راسك عايزها في الوضعيه اللي انت عايزها براحتك تماما، ومهما يكون طولك فعادي جدا وهيكون مريح جدا بالنسبه لك. كمان البنيه التحتيه كلها من طبقه رفيعه جدا من الفولاذ كده، ودي تحسها الومنيوم على فولاذ ما تعرفلهاش حاجه يعني، ولكن المهم ايا يكن هي طبقه الومنيوم ولا فولاذ هي طبقه رفيعه جدا، ولكن احسن من كراسي كتير جدا بيبقى فرق 100 او 200 جنيه بس من الكرسي ده، وبيبقى جاي لك ببلاستيك وبلاوي سودا. كمان العجل بتاع الكرسي ده هو عجل قوي جدا، وكمان جاي ملفوف عليه حلقه كده اهو مخلياه سموز جدا او سلس جدا اثناء الحركه بتاعتك، فمش هيضايقك خالص وثابت على الارض ممتاز جدا. سندات الايد بقى من الرغم انها بلاستيك وغير قابله للحركه، يعني بنشوف كراسي كتير جدا الايد بتطلع وبتنزل مثلا، او حتى هي ثابته كده بس عليها طبقه قماش او حاجه معينه، ومن رغم ان الكرسي ده جاي بالطبقه دي وبلاستيك ومش بيتحرك الا انه ممتاز جدا، وهتلاقيه في مستوى ايدك كده ومش هتبقى قاعد متضايق او مخنوق. يعني طبعا الكرسي ده رسميا هو طبي، ولكن انا من وجهه نظري يعني انت لو جبته باللون الاسود فهتحس ان هو طبي بصراحه، لكن لو انت جبته باي لون من الالوان الثانيه احمر ازرق او اخضر هتحس ان هو كرسي جيمنج. يعني انا طول ما انا قاعد كده اهو روح شوف اي كرسي جيمنج وتعالى بص لي انت مش واخد بالك ان ده كرسي طبي اساسا. هو اي نعم مش كرسي جيمنج ومش بمواصفات الكرسي الجيمنج الجبار، وده لانه راعي بكل بساطه انه كراسي الجيمنج من 4000 ل 5000 جنيه، والكرسي ده من الرغم انه طبي بكل المميزات دي ومريح جدا وهو كرسي الجيمنج، مع فرق ان هو بس منظره مش جيمنج، سعره بيتراوح من 1000 جنيه ل 1500 جنيه. بس انصحك انك تجيب النسخه دي، النسخه دي سعرها 1500 جنيه، ومن رغم من كل ده الكرسي ده سعره من 1000 ل 1500 جنيه. هتقول لي يا يوسف ايه الفرق؟ هقول لك الفرق في حاجتين، اللون وسنادة الراس. انت ممكن تجيب الكرسي ده من غير سنادة الراس، يعني في نسخ منه ما بتتباعش بسنادة الراس دي وبالتالي بتبقى ارخص، وفي نفس الوقت الالوان بتفرق. يعني الكرسي الاحمر ده يعتبر هو اغلى كرسي فيهم، في الارخص من كده الاخضر والارخص منه الازرق والارخص من ده كله بقى اللي هو بالسعر الطبيعي هو الاسود. كمان الظهر فيه انحناءه كده من عند العمود الفقري من تحت، لان انت العمود الفقري بتاعك مش مستقيم كده اهو، لا العمود الفقري بتاعك فيه انحناءه برده من تحت كده اهو، فهم مراعين الحكايه دي ومساعدينك في الموضوع ده. كمان الكرسي لو انت لمست البنيه التحتيه بتاعته او الميكانيزم بتاعته هتحس ان عليها شحم او زيت، وده ممتاز جدا. خد بالك ده مش عيب او اي حاجه، ده عشان وانت طالع ونازل بالكرسي الكرسي يبقى سلس معاك وما يبصش بسرعه والى خلافه من الحاجات دي كلها. كمان المكنه الهيدروليك
الفابريكيه بتاعت الكرسي ده هي مريحه جدا وممتازه جدا بصراحه. وزي ما احنا مش شايفين اهي هي كويسه جدا، وفي نفس الوقت وانت نازل هي ممتازه وبترفع معاك لغايه مستويات عاليه زي ما احنا شايفين، يعني ده مستوى عادي جدا وده اقل مستوى فممتازه جدا. يعني واحد هيقول لي يا يوسف طب انت وزنك يعني 68 كيلو يا عم فاكيد الكرسي هيبقى حلو معاك. انا وزني يا عم اعلى من كده. اقول لك وزنك لو من 90 لغايه 100 كيلو فانت كان وزنك زي بالظبط، هتستمتع بكل المميزات والفيوتشرز اللي جاي بيها الكرسي ده. لكن لو انت وزنك من 100 ل 110 هتستعمل الكرسي ده ولكن بدون اي مميزات، يعني هتستعملها مش هقولك مش هتستعملها، ولكن لا ينصح نهائيا انك بقى لو انت وزنك من 100 ل 110 كيلو انك تقعد تستعمل الكرسي بقى والهيدروليك بتاعه كتير او تتمرجح بالكرسي او الكلام ده كله، علشان هيكون في مشكله. يا يوسف يعني انا العيب مني؟ هقولك لا يا ابو الصحاب، زي ما في كراسي مخصصه للناس اللي اقصى حجمها 100 كيلو، زي ما في كراسي مخصصه للناس اللي حجمها بيوصل لل 300 و 400 كيلو. وبالتالي انت لو وزنك ازيد من ال 100 كيلو يفضل وبشده انك تاخد بعضك كده اهو تشتري كرسي يعني يكون اغلى من ده شويه، تشتري النسخه مثلا اللي ب 2000 جنيه منه او ال 2500 جنيه منه، هتكون ممتازه جدا معاك وهتشيل معاك لايت تقريبا ال 150 كيلو على المستريح وطلوع ونزول ومراجيح وبص هتعمل اللي انت عايزه. الكرسي ده اقل مسافه بينه وما بين الارض اللي هي اقل مسافه اللي فيها دلوقتي هي 40 سنتي، واعلى مسافه ما بينه وما بين الارض كده هي 55 سنتي، مش باين 55 سنتي. يعني الهيدروليك بس مجرد بيرفعك عن الارض 15 سنتي زي ما احنا شايفين اهو، الفرق مش جوهري. ما انت مفيش كرسي يعني هتدوس على زرار الهيدروليك هيرفعك للسقف، هي مش رافعه يعني. عرض وطول البتاع اللي تحت دي انا جايبها لهم ازاي يا جماعه؟ اسمها ايه يا جدعان بتاع المقعده يا جدعان، المقعده بتاع اللي انتوا بتقعدوا عليها يا جدعان، عشان مش عارف اسمها والله، مش عايز اقول حاجه غلط اليوتيوب اللي لبسني كوبي رايت. هي 50 سنتي في 50 سنتي، وكمان انت بتستمتع بال 50 سنتي في ال 50 سنتي كلها، يعني انت بتبقى مستريحه وانت قاعد، ما تقلقش يا ابو الصحاب ما تقلقش. فالموضوع ليه انت بتبقى مستريح وانت قاعد؟ في كراسي بتبقى 50 سنتي في 50 سنتي المقعده بتاعتهم يعني زي ما احنا شايفين، يعني يا شباب بال 50 سنتي في 50 سنتي دول انت بتبقى مستمتع بيهم من اولهم لاخرهم، من اول هنا لغايه هنا ومن اول هنا لغايه هنا انت بتبقى قاعد مستمتع بال 50 سنتي دول. في كراسي بتبقى فيها انحناء كده من تحت تمام، او بيبقى فيها زي ما يكون شالته من هنا وشالته من هنا عشان تبقى مريحه الفخاد وانت قاعد، فبالتالي انت مش بتستمتع غير بالحته دي كده مثلا، وكل ده بيبقى متاكل. لكن انت حلاوه الكرسي ان انت طول وكل الحته دي انت قاعد مستمتع بيها عادي خالص ومفيش اي مشكله. طيب نرجع بقى كما كنت. عيوب الكرسي ده ابو الصحاب هو ان اولا بيخليك تتحرر شويه زيكا، يعني مع ان هو المفروض الشبكه اللي في الظهر دي بتمنع ان انت تتحرر، ولكن انا مش بقول لك انك هتتحرر وانت في الشتاء مثلا او حاجه، لا طبيعي درجات الحراره اللي احنا فيها، يعني اليومين اللي فاتوا دول درجه الحراره وصلت 35 تقريبا في اسكندريه مدينه ساحليه، فانت فاهمني ازاي؟ فطول ما انت الجو حر عندك والدنيا مقفله والدنيا بايظه فطبيعي هتتحرر، انت لو جبت اي كرسي في الكون هتتحرر برضه، بس ده هيخليك تتحرر ازيد سنه، طبيعي طبيعي اي كرسي طبيعي، عشان كده ما يعتبرش عيب قوي يعني ما تقلقش. كمان الكرسي بصوا بيتهز يمين وشمال سنه تمام، يعني مش يمشي يمين وشمال يوقعك، يعني بصوا انا رحت اقصى انا كده محمل كل تقلي على الشمال وكده انا محمل كل تقلي على اليمين والكرسي ما وقعش بيا او حاجه ما تقلقش، وانسى انسى انه يقع بيك، بس انا بقول لك هو قاعد بيدق سنك يعني بيدق بتاع سنتي يمين وسنتي شمال، بصوا زي ما انتم شايفين كده، يعني ده مش عيب برضو غير لو انت وزنك 100 ل 110 كيلو، عشان كده بقول لك طول ما انت وزنك من 100 ل 110 كيلو اوعى تشتري الكرسي ده، روح اشتري كرسي تاني. المشكله بقى ان القعده والظهر بتاعك شبكه، فطول ما انت قاعد يعني انا مثلا ايه انا واحد كائن فضائي طبيعي جدا بقوم من النوم بنزل لعم عبده اللي على اول الشارع، عم عبده والنبي هات شويه فول ورغيفين، بطلع بحط العيش اكيد على رجلي، فللاسف الشديد اي فرافيت بتقع عشان هو شبكه وفيها اخرام كتير بتلمها عادي جدا، شقلب الكرسي على ظهره واخبط خبطتين هيقع، بس انا بقول لك يعني ان انت هيلم معاك فرافيت بسرعه، فيعني خد بالك من الحكايه دي وانت قاعد شغال. كمان ايا يكن المكان اللي انت قاعد فيه على الكرسي، يعني في حين لو انا قاعد كده كلي على الكرسي او طلعت قعدت على الطرف انا كده بصوا يعني انا كده قاعد على الطرف بتاع الكرسي، الكرسي ما خدنيش وقع على قدام مثلا او الكلام اللي انت عارفه ده خالص، لا ممتاز جدا بصراحه وحلو جدا جدا، انصح اي حد ان هو يشتريه، وخصوصا لو انت يعني من الناس اللي هي ايه
يعني بقى لها فتره طويله جدا زي كده وما شافتش كرسي محترم في حياتها. واللي هيسال هيقول لي يوسف هي راحت فين، اي اللي هيسال هيقول لي يوسف هو ايه ده بالظبط، اقول لك ده بصدر بصدر طبعا مش اللي في بالك، مش اللي في بالك يا عم، اللي انت شايفه قدامك ده هو شريط ار جي بي اضاءه انا حاطه على ظهر الكرسي، يعني انا شاري شريط ار جي بي اضاءه حاطه على ظهر الكرسي علشان وانا قاعد يبقى منور اخضر فاحس ان الكرسي من ورا منور اخضر، دي حاجه بتاعت انا فما تقلقش انا بس عشان ايه ما تحسبش ان كده بقى ماشي، فعشان ما حدش بس يغشها بطريقه غلط تمام، انا عامل كده عشان ار جي بي ما حدش بقى يراه ويقوم جاي حاططها من الخرم هنا ويقول لك ابو المكتشفين اللي قال لي، فخلاص بقى ارجع بقى ما تزيدش في امها. كمان الكرسي جاي من تحت بزرار اللوك علشان لو انت مش عايز تقعد الكرسي يتمرجح بيك كده فتقفل اللوك عادي، وكمان جاي ببقره من تحت كده بتلفها عشان لو انت عايز تتمرجح كتير وبتقفلها سنه لو انت عايز تتمرجح برضو بس مش كتير بقى مش دوشه بقى انت فاهمني ازاي. وكمان الحلو في الكرسي ان هو الكرسي بيجي لك متركب، يعني مش بتبقى انت محتاج تركبه وبتاع، عايز تفكه بتفكه عادي يعني هو عادي قابل للفك، ولكن هو بيبقى جاي لك متركب فمش محتاج انك تصدع دماغك بالحكايه دي. يعني هدور لكم على روابط شراء واسيبها لكم في الديسكربشن تحت، وبس كده يا شباب بتمنى يا رب انكم تكونوا استمتعتوا معايا، ما تحرمونيش من لايك سبسكرايب للقناه شير عشان كل اصدقائكم يستمتعوا بحلقتنا بتاعت النهارده. كان معاكم يوسف نصر، اشوفكم بخير وقولوا لي رايكم في الكرسي ده في الكومنتات، في امان الله.